الجو اليوم لطيف. هيا سنلعب في الحديقة. اللعب بالكرة أمر ممتع. لا، ركبت الكرة عاليا. انتظري انتظري. لا، ماذا سنفعل الآن؟ اتجهت الكرة التي ركبتها إلى حيث تجلس العائلة. انتبهوا، ستصيبكم الكرة. كانوا يأكلون التفاح. التقطتها. سيركات جيرل ماهرة في اللعب بالكرة. هذه الكرة كتفاحة حمراء ضخمة. أعزائي أصدقاء سبيستون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.